اهلا وسهلا بحضراتكم. انا بشكر كل الاصدقاء اللي بعتيني، الاستاذ وائل اللي بيسال على احسن ناس، ان شاء الله احسن ناس من الاسبوع القادم هنكون معاكم، اللي بيحيوا كابتن هاني رمزي، اللي بيدافعوا عن الشرفاء في هذا الوطن من رجال اعمال. في ناس وحشه لكن في ناس كويسه، وفي هذا الاطار وفي اطار احسن ناس احنا بنتكلم عن المواطن المصري. المواطن المصري كيف يحصل على حقه في اطار التشهير والتجاوزات التي تحدث في الصحف. الآن في مكتب النائب العام هناك قضية شهيرة نالت ما نالت، مش هتكلم عنها دلوقتي عشان ما تشوفهاش، وبإذن الله سنتابعها معكم في هذا البرنامج، وهيكون بطلها الحقيقي الذي اتهم بالدعارة ودمرت أسرته بالكامل وهو في مركز اجتماعي مرموق، وفجأة يطلع ده كله ولا شيء، مفيش حاجة من دي. الصحف المصرية وسائل الإعلام تنشر الصور، تنشر الأسماء، تنتهك الأعراض، ثم لا شيء. اعتذار، مفيش اعتذار حتى، خبر الحفظ في سطرين في صفحة داخلية. انتقل الأمر إلى مشكلات ما بين الصحف بعضها البعض، بتتور حقيقة في إطار صراع مهني غير مفهوم للناس، في النهاية كله في إطار بيوصلنا إلى فقد الثقة. النهاردة معايا شخصيتين من كبار الشخصيات، الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، أهلا وسهلا يا فندم. المحامي الشهير الأستاذ بهاء الدين أبو شقة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ مكرم. المواطن يعمل إيه؟ حضرتك اضطررت مرة، بذلت جهد كبير جدا في قضية الراحلتين هبة ونادين، وأمام موقف وضعت الصحافة والصحفيين أنفسهم فيه كان موقف سيء جدا، قد يعرضوا للسجن ولدفع غرامات كبيرة، إلى الاعتذار إلى أسرة الراحلتين، ومع ذلك الأمر لم يتوقف، ما زالت الصحف المصرية بتنشر المتهمين. وسيادة المستشار ممكن يأكد لي أن الأصل هو السرية في تحقيقات الشرطة والنيابة، وألا تنشر الأسماء، هي علنية في مواجهة أطرافها فقط لا غير. ومع ذلك لا يوجد ضابط لحماية المجتمع وحماية الأفراد. الناس تعمل إيه عشان تاخد حقوقها؟ يعني بس عاوز أقول في النظر الأول إلى أنه من الصعب ان احنا نعمم ونقول كل الصحافة المصرية. تمام. انت عارف ان احنا في مرحلة انتقالية، ظهرت صحف جديدة صغيرة تلجأ الى الاشارة، غير منضبطة، لا تحترم قيم المهنة، لا تحترم حتى حقوق الزملاء العاملين فيها. وتعرف ان هذا الوضع خلق وضعا صعبا في الصحافة، ونحاول قدر الامكان في النقابة ان نقاومه. فهناك صحف مصرية تلتزم التقاليد، هناك صحف مصرية تحترم حقوق القارئ، وهناك أيضا صحف مصرية تدرك بالفعل مسؤولية ما تنشر. الوضع اللي أنت بتتكلم عليه ده وضع حقيقي، هو وضع مؤسف، وزي ما قلت سيادتك احنا تعرضنا مش لقضية هبة ونادين، تعرضنا لكثير جدا من هذه القضايا. الصحافة تنشر على أعمدة ضخمة وفي الصفحات الأولى اتهامات، وعندما تأتي شك البراءة فعادة ما ينشر في الصفحات الداخلية. وأنا بقول إن ده عمل لا يتسم بالأخلاقية، لأن الاعتذار هو في حد ذاته قوة. نعم. الجرنان الذي يكبر على الاعتذار إلى قارئه عندما يخطئ في حقه هذا جرنان ضعيف. نعم. الجرنان القوي هو الذي يقدم الاعتذار عندما يحس بالفعل أنه قد أخطأ في حق قارئ. وأنا شخصيا أعتقد أنني قدمت 3 اعتذارات، اعتذارين عن آخرين واعتذار عني أنا. لكن علينا أن ندقق أيضا في طبيعة هذه المشكلة. هل المشكلة دول لأن الصحفيين دول ولاد كلب وسيء السمعة وهم نتاشح وبالضروري كذا، ولا المشكلة لها أبعادها الأعمق من هذا؟ أنا أظن أن المشكلة لها أبعادها الأعمق في هذا، لأنه الصحفي في النهاية خاصة صحفي الحوادث يتحصل على أخبارهم من مصادر نعرفها جميعا. نعم. كويس؟ تحريات الشرطة التي لا تلتزم التدقيق الواضح. نعم. الضابط الذي يريد أن يكون نجما فيسارع بأن يذكر للصحفي حقائق لم يتثبت منها بعد. نعم. الضابط الأكبر الذي يتصور أنه في إمكانه أن يستخدم الصحافة ويستخدم النشر لخدمة جهده في قضية، فيمرر أخبارا يعرف هو أنها غير صالحة، متصورة أن هذا يمكن أن يخدم تحريات قضيته. فنحن لسنا الطرف الوحيد المسؤول. نعم، من مسؤوليات الصحفي أن يدقق، من مسؤوليات الصحفي أن يراجع، من مسؤوليات الصحفي أنه هو على الأقل يتأكد من هذه الضمانات. ولكن
نحن لسنا وحدنا المسؤولين عن غيبة التقاليد والضمانات الصحيحة في هذا الموضوع. نعم. المشكلة الثانية برضو أنا لا أريد أن أطيل، أنه أنت في احنا نحن في حيرة شديدة، والحيرة دي مش من الجيل ده، من الجيل اللي قبل كده ومن الجيل اللي قبل كده، وأظن أنها سوف تستمر. هل ننشر الجرائم أم لا ننشر؟ طب ننشرها بأسماء ولا ننشرها بأسماء؟ هل ننشرها بأسماء؟ هل ننشرها بأسماء أو لا ننشرها بأسماء؟ هناك من يقول والله إن إيه تنشره إلا أن تصدر أحكام مطلقة، هذه نص إيه الرؤية القانونية المحضة للموضوع. هذه الرؤية بالفعل بيتحاضها واقع، إنه عندما لا تنشر غير بينشر وتنتشر الإشاعات، وربما يكبر الإشاعة وتصل الأخبار مشوهة. اثنين، لو أنني نشرت بأسماء مجهلة فإنه ما يصدق على شخص بعينه سوف يترتب عليه إنه يمكن إن هو تتناشر الاتهامات لتصيب أشخاص عديدين. ثلاثة، إنك أنت لما تقول مين صاد عمل كذا وعين به ما عملش كذا، وأحياناً بتشير كل شوية من مصداقية الخبر. نعم. دي وجهة نظر. وجهة النظر التي تسند ضرورة النشر إلى أن النشر في حد ذاته عذر. إحنا بننشر الجريمة مش فقط لأنها باب مقروء، ومش فقط لأنها أكثر الأبواب التي يحبها قراء المصريين على وجه، ولكننا ننشر برضو لأن في نشر الجريمة ما يفيد، فيه نشر في عظة أساسية. نعم. أنا حتى الآن أعتقد أن الصحافة المصرية حائرة في أن هي يعني تصل إلى هذا. بعد قضية هبة ونادين أنا دعيت كلية الصحافة إلى أن نعمل مشودة باسم هبة ونادين، وهذه المشودة تتعلق بالكود الصحفي الصحيح التي ينبغي معالجة به قضايا الحوادث بالذات. هناك نقطة أخرى مهمة، زمان كان وإحنا في الأهرام عندما يأتي إلى المراجعة مثل هذه القضية في مستشار قانوني اسمه الأستاذ جمال العطيفي، مسؤول الديسك اللي موجود في الأهرام عندما يشتبه في موضوع عليه أن يرسله إلى المستشار القانوني، المستشار القانوني ينصح بالتصحيح. للأسف المراجعة القانونية لهذا الوضع لم تعد قائمة بالشكل الموجود في كافة الصحف. طيب. نحن نعاني من مشكلة حقيقية لها عناصر كثيرة حضرتك طرف فيها وليس الطرف الوحيد. طيب. حضرتك عرضت رؤيتك كصحفي كبير وكنقيب للصحفيين، وهناك وجهة نظر أخرى حرد على حضرتك بيها، لكن أسمع أستاذ بهاء الدين بشقة. الوضع القانوني إذا كانت هي معضلة مهنية بالنسبة للصحفيين ومجموعة من الخيارات وبيبقى صراع مهني بحت، خلينا ننحي سوء النية وسوء القصد، أنا كمواطن أنا خيري الأستاذ مكرم محمد أحمد لو حد راح بلغ الصبح بلغ كاذب تماما واتهموا اتهامات كاذبة، هل يجوز نشره في الصحافة وباسم الأستاذ مكرم أو باسم خيري وباسم صورته، وخاصة ان هناك بتبقى جرائم مخلة بالشرف ومسيئة للسمعة الكل يدفع ثمنها تحت اسم العظة او لفت الانتباه او حتى لا تقتلت الاسماء؟ لا، انا اقول لحضرتك هو هذه المسألة لابد ان تفعل النصوص العقابية اللي بيتضمنها قانون العقوبات في هذا الخصوص. نعم. ويعني انا بأناشد في هذا الخصوص سواء أكانت القضية أمام النيابة تحقيقا أو أمام المحكمة في طور المحاكمة، أن يكون لكل منهما سواء النائب العام أو المحكمة أن تتصدى وتفعل هذه النصوص القانونية، مثلا النص في قانون العقوبات المادة 187 النص واضح وصريح لا يحتمل لا لبس ولا تأويل ولا تحوير. نعم. ولا اجتهاد مع صراحة النص، تقول يعاقب بالعقوبات كل من نشر، والمسألة ليست مسألة الصحافة وإنما وسائل الإعلام، هي كل وسائل الإعلام. نعم. المسموعة والمقروءة والمرئية، كل من نشر بأحد الطرق كذا من شأنها التأثير في القضاء، لأن المشكلة مش مشكلة المتهم فحسب. نعم. وإنما المشكلة أنها بتفقد القاضي في كثير من الأحيان حياده، ومبدأ حياد القاضي يقوم على أن القاضي عندما ينظر القضية لابد أن يكون ذهنه
خاليا تماما من اي مؤثرات خارجيه سوى اوراق الدعوه وحديث في قاعه الجلسه ما يجري سواء من المدعي المدني او من دفاع المتهم.